دونك السلام عليكم الاخوان، اليوم في هذا لا فيديو غنحاولوا نتجاوزوا الاف ار بي عن طريق تيست بوينت لهذا سامسونج هذا اللي هو A20S. دونك هذا هو الجهاز ديالنا، واخا مكرفش شويه المهم قدرنا نديروا ليه ديسامبلين، حيدنا الكركاس ديالو وغادي نكونيكتيو هاد لي تيست بوينت هادو اخوان باش نقدروا ندخلوا التليفون ديالنا للوضع ديال الكوالكوم بورت باش نقدروا نجاوزوا الاف ار بي في هذا الهاتف. دونك حيدنا الغطاء الخارجي ديالو، دونك غادي نكونيكتيو لي تيست بوينت ديالنا، وفي نفس الوقت غادي نكونيكتيو الشارجور ديال سامسونج مع الالوكتول الغنيه عن التعريف. دونك حنا ديجا اختارينا القسم ديال سامسونج واختارينا الجهاز ديالنا اللي هو A20S، وهنا غيطلع لينا الكوم ديال الكوالكوم بورت على هذا الشكل الاخوان. دونك هادشي اللي غنديرو دابا، غادي نكونيكتيو لي تيست بوينت ديالنا، وفي نفس الوقت غادي نكونيكتيو الهاتف ديالنا مع الحاسوب. دونك كيف ما كتشوفوا لي تيست بوينت كونيكتاو بشكل ناجح، دونك العمليه غدا بشكل ناجح في الالوكتول، وحتى بالنسبه للاف ار بي داز بشكل جيد وتجاوزنا الكونت ديال الحساب سامسونج اف ار بي جيميل بشكل ناجح.